احب دائما بهاي المادة انه نربط بالواقع الرعاية الصحية اللي عندنا بالعراق، لانه اذا فهمنا احنا وين وشنو المفروض يصير، ممكن احنا يعني نلقى وين ممكن احنا نساهم في تطوير هاي المنظومة، او على الاقل ان شاء الله مشاريع التخرج مالتكم تكون بجوانب تتعلق بالنقص الموجود بالقطاع الصحي، حتى لو برنامج صغير يدير فد عملية معينة. ففكروا من هسه، هاي المادة للعلم ممكن تفتح أفكار هواية تتعلق بمشاريع التخرج. على العموم أوكي، سنبدأ إن شاء الله بالمحاضرة. محاضرة اليوم راح تتكلم عن الهيلث كير، راح نتكلم بشكل تفصيلي أكثر عن الديتا والإنفورميشن عن نولج. إحنا تتذكرون الشكر الهرمي اللي تكلمنا عنه بالمحاضرة السابقة، وقلنا إنه البيانات هي اللي من خلالها تتحول إلى information، وinformation تتحول إلى knowledge، والknowledge يتحول إلى wisdom. طريقة التحويل هذه تكلمنا عنها باختصار، لكن هسه راح نتكلم عن جزئية جزئية من هذا الشكل الهرمي. البيانات بشكل عام هي يعني حسب ما يعرفها هنا هي رموز وملاحظات تعكس الاختلافات في العالم. شنو يعني symbols and observation reflecting differences in the world؟ باختصار اذا قلنا مثلا انا هسه حاليا عمري 37 اوكي، انتم اعماركم مثلا 20 19، هذه بالاخير بيانات اوكي تعكس الاختلافات اللي بين اللي بالعالم بشكل عام. فالعمر هو بالاخير رقم بيانات اوكي، بس قدر يصف الاختلافات الموجودة بهذا العالم. إذا نحكي عن الوزن أيضا ممكن يصف الاختلافات. أيضا الديتا هي رموز، ممكن الصور والأشكال هذه هم شكل من أشكال الديتا. طبعا هنا يقول أصلا أنه هي الديتا هي plural of datum، يعني هو الاسم الجمع للديتم أوكي، بس احنا نختصرها دائما بكلمة ديتا بشكل عام. نرجع مرة ثانية المثال ذكرناه مشابه إلى من قلنا إنه الرقم هذا بيانات أوكي، هذا ديتا. شنو مشكلته حاليا؟ شنو اللي ينقص هذه البيانات؟ ينقصها المعنى. 250 حاليا ما لها معنى، فقط إنه هي رقم، لكن قلنا انه حتى تتحول الى information لازم نضيف لهذه البيانات معنى تتحول من خلالها الى information. information هي data with meaning، هي بيانات عادية لكن عندها معنى، لها اضافة لهاي البيانات تنطيها اهمية اكثر. فمثلا هنا قال الـ ICD-9 code 250 اوكي. الـ ICD-9 هو عبارة عن فهرس للأمراض، حتى يختصرون التسميات الأمراض خاصة أمراض تسمياتها طويلة، وحتى لا يصير اختلاف بين دكتور ودكتور ثاني، أعطوا رموز للأمراض. فمثلا 250 هو Type 2 Diabetes، فباختصار أنه صار معروف أنه شنو هذا 250، هو هذا هو الكود الـ ICD-9 كود. بالمستوى بالمستشفيات هذا الشيء معروف انه يرمز الى كود معين. هذا الكود طبعا هو فهرس، وباختصار عبارة عن فهرس او اندكس اوكي، يحوي كل تسلسلات كل الامراض على شكل كود، على شكل رقم. فهسه حاليا ال 250 بعد ما ضفنا لها انه هي عبارة عن كود ICD-9 كود، صار إلها معنى وصارت ترمز إلى شيء معين. أوكي. Knowledge is information that justifiably believed to be true. يعني هنا شنو؟ إنه هي معلومة عادية لكن قدرنا إنه نثبت هاي المعلومة إنه تكون هي true. أوكي. أكو justification، أكو تعليل الصحة هذه المعلومة، صار لها مثل تحليل معين حتى نثبت انه information معينة هي true. مثل شنو example للknowledge؟ Obese patients are more likely to develop
تايب 2 دايابيتيز. الأشخاص اللي يعانون من السمنة المفرطة are more likely to develop type 2 diabetes، أنه هم أكثر معرضين أكثر أنه يصير عندهم سكر اللي هو النوع الثاني. هذه عبارة عن شلون وصلوا لها برأيكم؟ شلون وصلوا لهذه النولج؟ أول شيء صار عندنا بيانات، صار عندنا information، صار عندنا information، والانفورميشن هذه مو شخص واحد، صار عندنا يمكن آلاف ملايين من القياسات للأشخاص لنسبة الجلوكوز بالدم. أوكي، بعدين شافوا أكو ارتباط، مو أخذوا بيانات كثيرة من الناس هواية، فشافوا أكو ارتباط مثلا أشخاص اللي هم عندهم سمنة إنهم أكثر إنه يصير عندهم سكر من الناس اللي هم مثلا عندهم يعني جسمهم ضعيف. فقدروا، إحنا طلعنا نولج، هي وصلنا إلى information إنه الأشخاص اللي هم obese patient عندهم سمنة مفرطة more likely to develop type 2 diabetes. أوكي، شلون وصلنا هذا الشيء؟ عن طريق إنه تحققنا وسوى justification. أوكي، حتى نشوف إنه هذه information هي صارت true. طبعا knowledge هي information، true information، بس هي مو fact. شنو فرق الفاكت؟ الفاكت إنه هي حقيقة مسلمة، لكن النولج إحنا قدرنا نسوي justification معين حتى نوصل إنه هذه المعلومة صحيحة. أوكي، فعرفتوا الداتا والinformation والنولج، هذه هم يعني هذا مثال إضافي لها بس بشكل يمكن تفصيلي. أحد عنده سؤال؟ أوكي، نادى يتكلم عن البيانات. هسه احنا بالمرحلة الأولى دا نتكلم عن البيانات. Computer generates، انه هو يولد and analyze، يحلل binary information. طبعا هذه شغلة من الأشياء المعروفة اللي أثناء دراستنا دائما نسمع عنها، الكمبيوتر يتعامل وياها على شكل binary. الباينري اللي هو الصفر والواحد، هذا الشيء أكيد، zero is off and one is on، each zero and one is a bit، كل واحد منهم هو عبارة عن bit. أوكي، a series of eight bit is byte، هنا دا يتكلم عن إنه البيت والبايت، هاي الأمور أنتوا أخذتوها بالمرحلة الأولى. note that these bit and bytes have no meaning by itself، شيء طبيعي انه هذه الاصفارة والواحد ما لها معنى بشكلها او بحالتها هذه، لكن هذه الاصفارة والواحد ممكن تشكل لنا data types مهمة احنا إلنا كبشر. يعني احنا الصفر والواحد هذه مهمة حتى الكمبيوتر يتعامل وياها ويحللها باسلوب الخاص، هو يحتاج هذا النمط من البيانات، لكن احنا كبشر نحتاج بيانات تكون نوعا ما مفهومة اكثر مثل الارقام. اوكي، فهذه البت والبايت ممكن تتشكل حتى تصير رقم، ممكن تصير floating point اللي هو ارقام عشرية، ممكن تصير حروف او string. اوكي، هذه كلها ممكن تجي من zero and ones، احنا ممكن نشكلها بحيث تصير انتجر وتصير حروف وارقام. اوكي، برايكم شلون تصير ال 0 1s تصير حروف وارقام؟ فكل هاي البيانات حتى الصور حتى كل شيء راح يتحول بالاخير الى 0 1. فدا اجيب مثال هنا اللي هو مثلا السترينج هم ممكن يتحول 0 1. طبعا كل حرف من هذه الاحرف ASCII code table يحوي كل حرف وشي قابله رقم انتجر. اوكي، فاحنا من قبل شويه من قلنا حتى الحروف والسلسله النصيه ممكن نحولها الى صفر واحد، احنا اذا حولنا الحرف الى شيء قابله من الاندكس، يعني هو عندنا ASCII table يرمز الى رقم وهذا الرقم يرمز الى حرف معين، فمن الاخير اذا وصلنا مثلا 97 نقدر نحولها الى باينري. فحتى الحروف لها ما يرمز لها كارقام، والرقم الانتجر ممكن يتحول الى باينري. اوكي، فهاي الامور كلها يعني مو صعبه.
فكل شكل من أشكال البيانات إحنا بالأخير راح يتحول إلى صفر واحد. لكن إحنا هسه البيانات الحالية اللي نحتاجها في شغلنا وفي تحليل البيانات على مستوى اللي إحنا نحتاج نفهمه، إحنا نحتاج هذه أشكال من البيانات، هذه البيانات الرئيسية، نحتاج الانتجر والفلوتينج والكاركترز والسترينج. طبعا حتى هذه البيانات الرئيسية ممكن من خلالها احنا نكون مالتي ميديا فايلز. داتا كان بي اجريجيتد، انه تتجمع انتو فارايتي اوف فورمات such as image files. شنو اللي يريد يقوله هنا؟ انه البيانات البيانات هذه مثلا الانتجرز اوكي ممكن تتجمع حتى تشكل لنا صور، مثلا image file، text file، sound files or video files. هذه حتى المالتي ميديا اللي هي ملفات نوعا ما احنا نشوفها نقول شلون راح تتحول الى 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 ارقام. هذه الامور هي كلها بالاخير تتجمع، البيانات العادية تتجمع حتى تشكل مالتي ميديا فايل. مثلا هنا عندي صورة، هذا شكل الصورة. بالاخير الصورة عبارة عن شنو؟ عبارة عن مصفوفة، كل سيل هذا يسموه بيكسل. اوكي بيكسل بالاخير راح يحوي على قيمة، اوكي حسب طبعا نوع الصورة. مثلا اذا عندنا اسود وابيض مثلا 0 1، اذا عندنا الوان لا ممكن الارقام تزيد تصير انتجر 256. اوكي فهذا الانتجر فاليو هنا البيكسل هذه راح ترمز الى رقم. فبالاخير هذه عبارة عن مصفوفة ذات بعدين وإلها أرقام حتى ترمز للصورة. ونفس الشيء بالنسبة للفيديو، الفيديو عبارة عن هم مصفوفة لكن عدة مصفوفات أوكي، وكل ما يمشي الوقت هذه يسموها فريم، فكل ما يمشي الوقت بالفيديو هي ده يطلع فريم الثاني والثالث حسب التسلسل بالفيديو. اللي أريد أقوله بهذا السلايد إنه البيانات تتشكل وممكن تسوي لنا هذه الايمج فايلز والتكست فايلز والساوند فايلز باستخدام البيانات الرئيسيه اللي قبل شويه شفناها اللي هي الانتجر والفلوت والسترينج والكاركترز. اوكي هسه هنا دا يتكلم انه شلون راح نحول الداتا الى انفورميشن. فمثلا هذا هم من الأمثلة اللي ذكرناها، computer data not only lacks meaning، يقول هي مو فقط تنقصها المعنى، البيانات مو فقط ينقصها المعنى، أيضا مرات كثير ينقصها بيانات إضافية تنطي أو معلومات إضافية تنطي للبيانات أهمية. مثل شنو؟ مثلا هنا جايب مثال جدول أوكي، وذاكر مثلا اللي هو هنا القيم الخاصة بمستوى الجلوكوز بالدم. فعده هنا ديت، عندنا هنا وقت اوكي، وعنده هنا شنو كواليفاير فد معرف انه مثلا وحدة قياس، وعنده البيانات مثلا هذه بيانات، بس البيانات بشكلها لوحدها ممكن يعني ما تكون دقيقة أو مو كلش واضحة. لأن مثلا واحد صار عنده مثلا نسبة السكر بالدم مالته 80 أوكي، زين هذه 80 إذا انطانيها بشكل بس رقم، هذه 80 أثناء الصيام لو بعد ما أكل وجبة أو قبل ما يأكل وجبة، إش قد هذه 80 إش وقت انقاست. أوكي وحدة القياس الخاصة بهذه هذا القياس الجلوكوز بالدم اوكي، لان يعني كل مرات تشوفون اذا تروح مختبر تطلع لنا الرقم عنده بشكل، مختبر ثاني يكتبه بشكل ثاني اوكي، لان يعني وحدة القياس مختلفة. فهذه من الامور المهمة ايضا تنضاف للبيانات حتى تكتسب اهمية. فمثلا هنا for example blood glucose اللي هو نسبة الجلوكوز بالدم 127 اوكي، 127 بحد ذاتها مو واضحة، بس مثلا من نضيف لها
انه وحدة القياس هي ملي جرام ديسي لتر مثلا، هذا وحدة القياس. والوقت اللي اخذت بيه العينة هو كان المريض كان فاستينج اللي هو صايم، اوكي. فال 127 لوحدها مو يعني ما تنطي للبيانات اهميه، لحد ما ضفنا لها ديتس كواليفايرز معرفات بيانات اضافيه انطت لل 127 اهميه. لان انا بحد ذاتها هسه اذا توديه 100 تقول له دكتور انا البلود جلوكوز عندي او السكر عندي بالدم 127، 127 ما راح يقدر يستفاد منها باي شيء، لانه تنقصها بيانات ميتا داتا، بيانات اضافيه تصف هذه البيانات، تصفها، اوكي، مثل الوقت والكواليفايرز. اوكي، نفس الشيء بالوزن. بالوزن انت اذا تقول له مثلا 120 زي 120 كيلو لو باوند، اوكي، يعني في الوزن راح يفرق حسب الكواليفاير، حسب مثلا وحده القياس، حسب الوقت، تعتمد على نوع البيانات. هناش دي أكد everything must be standardized. شنو يعني standardized؟ يعني كل شيء لازم يكون وفق ستاندرد معين، اتفاق انه احنا نكون متفقين على ستاندرد معين. otherwise مثلا هنا اذا دا يتكلم عن نقل البيانات، فاذا انت تخيل عندك سيستم، السيستم ثاني، فمثلا السيستم هو متعلم انه كل القياسات السكر عنده هي بالمثلا وقت الفاستينج، في حين سيستم ثاني لا، اللي هو الراندوم باي وقت كان. فاذا تنقل البيانات من سيستم الى سيستم ثاني ممكن يصير تضارب، انه البيانات هذا فاهمها شكل والسيستم الثاني فاهمها بشكل ثاني. فالدكتور من يجي يفتح السيستم راح يشوف انه عنده مثلا 127، هو يعتقد انه هذا مثلا بعد ما اكل وجبة معينة، في حين هو كان صايم. فلازم تتحدد وتصير اكو ستاندرد للبيانات والوحدات القياس والتواريخ اللي تتعلق بالبيانات. اوكي، احد عنده سؤال؟ ملخص هذا السلايد انه البيانات بحد ذاتها بشكلها الرقم ما مفيد، لحد ما نضيف لها بيانات بهذا الشكل الرقم فقط غير مفيد، حتى نضيف لها بيانات إضافية نسميها ميتا ديتا. شنو هاي الميتا ديتا؟ هاي بيانات تصف البيانات الديتا، اوكي. فحتى نضيف لها هذه الميتا ديتا مثل الوقت والكواليفايرز او اي شيء يرمز للبيانات حتى تكون مفهومة اكثر، فهنا بحد ذاتها راح تكتسب البيانات اهمية وتصير مفيدة داخل السيستم. طبعا البيانات ممكن تجي بشكل ستراكتشرد وممكن تجي بشكل انستراكتشرد، وهذه ايضا راح نجيها ان شاء الله بالمحاضرات القادمة، لكن بس ناخذ فكره بسيطه عنها. البيانات ممكن تجي structured data و unstructured data. باختصار structured data اللي هو الاشياء اللي بيانات اللي احنا نشوفها بالجداول، ممكن تعرض على شكل اعمده واسطر مثل الموجوده بالداتابيس، اوكي. هذه البيانات طبعا جدا جدا مفيده. ليش؟ لانه احنا نقدر نستخدمها في الانظمه، نقدر نستخدمها في تحليل البيانات. لكن البيانات إذا كانت unstructured صعب نستخدمها بشكلها الحالي اللي هي unstructured بالأنظمة ونستخرج منها مثلا knowledge. فهذه البيانات عادة صعب احنا نخليها داخل جدول، اوكي. فمثلا الصور والأفلام والفيديوهات وهاي الأمور كلها unstructured data، اوكي. البيانات موجودة بداخلها لكن نحتاج عمليات اضافية حتى نسوي extracting للانفورميشن المفيدة، اوكي. ما نقدر بشكلها الحالي احنا نستفاد منها، اوكي. وللعلم الـ unstructured data هي موجودة اكثر بالعالم، اوكي. 80% من البيانات الموجودة بالمؤسسات هي unstructured، 20% فقط طبعا هذه وفق شركة تحليلات اسمها غارتنر،
20% فقط من البيانات هي structured. فهذه من الأمور اللي هم يعني إحنا شلون نحول الـ unstructured data، بيانات مثلا غير ما لها تعريف، ما لها تصنيف، ما مهيكلة بشكل جدول، كيف نحولها إلى structured data. هذه هم من الأمور اللي تتعلق بالانفورماتكس أكيد. إدارتها وحفظها أكيد، حفظ البيانات الـ unstructured باعتبار هي ضخمة أكيد راح تتطلب storage أكثر، في حين البيانات structured لا تتطلب حفظ، مساحات حفظ أقل. وأكيد إدارتها تكون أسهل باعتبار مثلا نقدر نخليها بداتابيس. أوكي، هذه الأمور كلها إحنا نقدر نتعامل وياها. طبعا الداتابيس تسهل علينا التعامل مع البيانات، لأن الداتابيس ممكن تفيدنا في عملية الإضافة والحذف والتعديل بشكل أنه فقط نستخدم كود معين إحنا نقدر نضيف ونعدل ونغير، في حين البيانات اللي هي unstructured صعب نتعامل وياها. يعني الفائدة structured جدا جدا عالية، unstructured للأسف صعب تطلع منها information، وطبعا ما دام صعب تطلع منها information صعب تطلع منها knowledge، وصعب تبني عليها أنظمة ذكية. هنا أيضا من البيانات أو بشكل عام مصادرها طبعا هي الـ EHR system، ورح نجيها بمحاضرات قادمة إن شاء الله رح نتكلم عن الـ EHR system. بس أيضا هو يقول huge source of healthcare data and information، they contain both structured و unstructured. الـ EHR system ممكن يحوي على بيانات structured وممكن يحوي على بيانات unstructured. وده يجيب مثال مثلا اللي هو التكست، الصور الموجودة بالـ EHR system موجودة بهذا السيستم هي unstructured، في حين الـ ICD code اللي قبل شوية تكلمنا عنه اللي هو فهرس للأمراض، فمن نقول 250 أوكي بالـ ICD 9 مثلا، هذا فهرس مثلا المريض الفلاني عند الـ ICD code مالته 250 إن هو يعاني من المرض 250 اللي هو السكر، فهذا مفهرس. لكن الصور وتقارير الطبيب والصور الطبية هذه كلها أمور غير مفهرسة. هنا دي ملاحظة صغيرة يقول إنه حتى نحول التكست إلى شيء يفهم الحاسوب ونقدر نتعامل وياه ونحلله، راح نحتاج تقنية اسمها Natural Language Processing. أوكي، اللي هو طريقة تحويل النص إلى ممكن صيغة نقدر نستفيد منها والكمبيوتر يفهم محتوى هذا النص أو يطلع الأمور اللي نقدر من خلالها نصنف هذا النص. أوكي، هسه احنا بما انه صار عندنا information، صار عندنا بيانات، والinformation قلنا هي بيانات لكن لها معنى، وهذه الانفورميشن ممكن احنا طلعناها من بيانات structured او من بيانات unstructured، المهم رتبناها بطريقة انه صار عندنا information. اوكي، فشون نوصل هذه الانفورميشن ونحصل على knowledge؟ بشكل عام knowledge تحتاج اكثر من مصدر حتى نقدر نبني knowledge، معرفة. يعني احنا قبل شوية قلنا مو فقط مثلا انه كل شخص مثلا اللي هو وزنه مثلا فوق 100، وزنه فوق 100 اذا معناته هو ممكن يصير عنده سكر. ليش؟ لانه وزنه فوق 100، ممكن هو طوله مترين. اوكي، في شيء طبيعي انه هو وزنه يكون فوق 100. فحصول على بيانات من مصدر واحد مو كافي حتى نبني نولج. النولج تحتاج اكثر من مصدر، ممكن هو حتى لو وزنه او ممكن هو حتى لو طوله مثلا 1.7 ووزنه 100، اذا هو بالمقياس البي ام اي هو عنده وزن زائد، بس يمكن هو عبارة عن شخص رياضي ويلعب كمال اجسام، فالكتلة العضلية عنده عالية فوزنه عالي، فهو جسمه صحي بس وزنه عالي. فإذا احنا نمشي على مصدر واحد فقط
انه والله ما دام وزنه فوق 100 اذا هو يصير عنده سكر، هذا الشيء غلط. ممكن يكون الطوله هو عالي، او ممكن يكون هو شخص رياضي وعنده كتله عضليه عاليه فوزنه صار فوق 100. ما نقدر نحصل على نولج فقط بالاعتماد على مصدر واحد، هي فائدتها واهميتها تجي من تكون قادر على انه تصنع قرار او تصنع معرفة من بيانات مسحوبة من اكثر من مصدر و different sources، يعني مو شرط ممكن انه مصدر بيانات واحد وايضا مختلف ومن اكثر من مصدر. اوكي، حتى تساعد اللي هو for reporting and analysis، حتى نقدر نصنع analysis تحليلات ومن خلالها نحصل على knowledge. اوكي، a modern way to convert medical information to knowledge، انه احنا هسه ترى شباب الانفورماتكس بشكل عام اللي هي كليتنا كلها اهميتها تحويل الانفورميشن الى knowledge. يعني اذا احد يسألك شنو اختصاصك، ما احنا مو انفورماتكس، باي انفورماتكس، وحتى كليتنا اللي هي ميديكال انفورماتكس بشكل عام شغلتنا نحول الانفورميشن الى نولج، الى معرفة. الانفورميشن هذه منين جاية؟ جاية من بيانات بيولوجية طبية، بيانات ايا كان مصدرها، بس احنا بشكل عام متخصصين حول البيانات اللي تجينا من القطاع الصحي بشكل عام. اوكي، فالانفورميشن حتى نحول هذه الانفورميشن الى نولج، هذا جوهر اختصاص الانفورماتكس. فالطريقة الحديثة حاليا حتى نحول medical information to knowledge is to use clinical data warehouse، باختصار اللي هو المكان اللي تتجمع به كل البيانات اللي جاية من مختلف المصادر. اوكي، يعني من الـ EHR شنو نوع البيانات اللي جاية من الـ EHR؟ هي البيانات تتعلق بالسجل الصحي الخاص بالمريض، الفاينانشال، الامور المالية بالقطاع المؤسسة الصحية، حتى امورها المالية هم تفيد في صناعة القرار، امور تتعلق بالبوليسيز والاتفاقات والامور الجوفرمنت ايضا تدخل بالديتا ويرهاوس، الببليك هيلث خاصة احنا الببليك هيلث ويا كورونا واللقاحات وهاي الامور اللي هو مو health على مستوى patient، على مستوى public health، فهذه الأمور كلها راح تدخل حتى تصنع منا، نقدر نصنع من هاي الانفورميشن اللي جايتنا من أكثر من مصدر راح نقدر نطلع منها knowledge. أوكي، راح نقدر نسوي تحليل ونصنع تقارير تفيد صناع القرار في اتخاذ فد مثلا قرارات معينة. فأهم فقرة هي انه احنا كيف نحول هاي الانفورميشن اللي جايتنا من اكثر من مصدر نحولها الى نولج. هذه مصادر البيانات. اوكي، فزي يقول بهذا السلايد، يقول هذه مصادر البيانات، تجي نجيب نسخه من هذه البيانات ونخليها بستيجينج داتابيس. اذا هي داتابيس تاخذ هذه البيانات وتحطها بمرحله مؤقته يسموها ستيجينج داتابيس. هنا بهاي المرحلة ايش راح يصير؟ راح يصير لهاي البيانات مثلا يصير لها ازالة للتكرار، تنظيف للبيانات اذا كانت البيانات مثلا بها امور عشوائية او unstructured data. المهم يصير ازالة للبيانات الغير مهمة وتصفية للبيانات هذه، فقط البيانات المهمة راح تروح بالdata warehouse، clinical data warehouse. فهذه تنجمع بديتابيس مؤقت تاخذ لها كوبي، ورا هذه البيانات تترحل الى داتابيس كومن سما اللي هو عام اللي هو الكلينيكال داتا ويرهاوس. بالكلينيكال داتا ويرهاوس اكو بيانات اللي هي قلنا عنها شو اسمها الميتا داتا. هاي شنو هي؟ بيانات، هي بحد ذاتها بيانات تصف البيانات هذه. عرفتوا انه هي وظيفتها فقط انه تقدم وصف لهذه البيانات، هذه البيانات الحقيقية
وهذه وصف لهذه البيانات. أوكي، بعد ما تتكون عندنا بيانات متجمعة من أكثر من مصدر وصار لها تنظيف واستخراج فقط البيانات المهمة ونضيف لها بيانات تصف هذه البيانات حتى تكون لها معنى أقوى، وراها ممكن ندخلها ببرامج تحليل ونحصل على النولج. هذه بعدها ممكن نحصل على النولج. أوكي، فهسه أرجع للسلايد، المفروض الأمور صارت أسهل. فهذا السلايد إيش دا يحكي؟ دا يقول data from EHR radiology pathology اللي هو قلنا أكثر من مصدر copied into a staging database، هذه database الوسطية اللي تكلمنا عنها، where they are cleaned and loaded. cleaned يعني تتنظف، يعني اللي احنا نقول زلنا الأمور اللي هي مثلا تكرارات أو الـ unstructured data and loaded into another common database. اوكي، اللي هو clinical data warehouse and associated with metadata، انه هذه الدات البيانات اللي انضافت للكلينيكال داتا وير هاوس انضافت وياها ميتا داتا، داتا ذات ديسكرايب داتا، اللي هي وظيفتها فقط تصف البيانات، يعني بيانات تصف بيانات اخرى. يعني احنا من قلنا الاي سي دي 9 اللي هو هم عباره عن نص، اوكي، بس وظيفته يصف نوع البيانات. فهنا هم ده يقول مثال الـ ICD type مثلا جاب على انه هو metadata. data is an example of metadata. اوكي، هذا الـ ICD type مثلا 250. اوكي، فالـ ICD 250 هذا عبارة عن metadata وهذه عبارة عن الداتا. فالـ ICD هو وصف لهذا الرقم، فهي عبارة عن data describe data. Tools can be applied to the data in the clinical data warehouse. هذه مختصر الـ clinical data warehouse. يقول ممكن نستخدم أدوات على البيانات الموجودة بالـ clinical data warehouse such as simple descriptive analysis، اللي هو ممكن نستخدم إحصاء وصفي descriptive analysis، إنه هو الإحصاء الوصفي بشكل عام. That reports مثلا، هنا جاب مثال number of patients with breast cancer. أوكي، ممكن نطلع تقارير عدد مثلا المرضى اللي يعانوا من breast cancer، their age، menopausal status، ومثلا معلومات إضافية أخرى تتعلق بالمرضى. هذه كلها ممكن إحنا نستخرجها من الكلينيكال داتا ويرهاوس، أو ممكن بعد ما انضافت البيانات لهذا المكان نقدر نصنع تقارير. عادة هذه التقارير تكون شوية يعني شاملة أكثر. ليش شاملة؟ لأنه هي تجي البيانات اللي بداخل هذا الكلينيكال داتا ويرهاوس جاية من أكثر من مصدر. يعني مثلا ممكن نجيب الإي إتش آر مالته، ملف الصحي بشكل عام، ممكن نربطه ويا مثلا مستوى المعيشي، انه هذا المريض اوكي مستوى المعيشي مثلا مستوى ايش قد راتبه، وهاي الامور كلها ممكن يربطها هذا الكلينيكال داتا وير هاوس حتى من يصنع قرار، يصنع قرار يتناسب ويا 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 حالته بشكل عام، مو فقط على جانب واحد. CDW اللي هو Clinical Data Warehouse do a better job of analyzing, reporting, aggregate healthcare data. الaggregate قلنا بيانات مجمعة، أوكي، من أكثر من مصدر، هذه معناتها مجمعة، إنه صارت مجمعة، أوكي، من أكثر من مصدر، أوكي، هذا CDW. فهو يقول يعني وظيفته بالتحليل أفضل. ليش؟ لأنه هو جايب عنده بيانات مجمعة أكثر من الـ Average EHR. طبعاً Average هنا مو معناتها معدل، هو معناتها العادي، يقولك الـ EHR العادي. شنو قصور الـ EHR؟ الـ EHR عادة هو يركز على الـ Individual، أوكي، على شخص على مستوى مرضى، مو على مستوى مرضى
مثل قبل شوية شفنا على مستوى مرضى، على مستوى بيانات مالية، على مستوى البوبليك هيلث. هذه الأمور كلها تدخل بالسي دي دبليو، لكن الاي اتش ار فقط يتعلق بالمرضى اللي عنده بالسجلات المرضى، فهو يفيد أكثر بالإنديفيدوال. أوكي، وعادة النولج هي تكون شاملة، مو على مستوى أشخاص أو مجموعة أشخاص، على مستوى من نطلع نولج تكون شاملة أكثر بشكل عام، مثل الوصف اللي قلناه والنولج اللي طلع قبل شوية أنه هو الأشخاص الأوبيز أكثر عرضة لمرض السكري. هذا نولج بشكل عام، هذا يرهم بغداد ويرهم بالعراق ويرهم بالعالم كله، فطلع نولج بشكل عام يرهم بكل مكان، مو على مستوى مستشفى أو اي اتش ار سيستم واحد. هنا بعدنا مكملين بالكلينيكال داتا وير هاوس. سي دي دبليو كان بي يوزد تو ايفالويت ا كريتيكال كلينيكال بروسيس. طبعا هذا ممكن يساعد انه بتحليل طرق علاج معينة أو بروسيس معين، كلينيكال بروسيس. شلون ممكن؟ يعني مثلا انه شافوا انه تسلسل العلاج هذا ممكن يكون مادي أو كلفته عالية وفائدته أقل، في حين تسلسل علاج معين ثاني الفائدة للمرضى أكثر والكلفة أقل، فممكن احنا نصنع انه نقول نمشي ويا هذا الخط العلاجي. تتذكرون بالبداية كورونا طلع شيء اسمه بروتوكول علاج، بروتوكول اللي هو فد خطوات معينة انه اذا توفرت او اشياء معينة ننطيها للمريض وتحاليل معينة تصير للمريض وعلى اساسها ينطي كورس علاجي معين. هو هذا بروسس معين، او هذا الخطوات هذه هي بروسس لعلاج او تقديم رعاية صحية. فممكن حتى البروتوكول بوقتها بكورونا صار له مراجعات كل فترة، قال صاروا تحديث بالكورس العلاجي مال كورونا. فشون قاسوا أو شلون حدثوا؟ بناء على البيانات اللي جمعوها على مستوى العالم كلها، انه شافوا مثلا خط علاجي معين أفضل. أوكي، فهذه كلها ممكن انه تستخدم حتى يصير تعديل على كلينيكال بروسيس معين. كوست استيميت، مثلا قلنا احنا تذكرون قلنا مثلا عندنا اكثر من علاج وشفنا الفائدة متساوية مثلا، فممكن احنا نختار انه شلون نقلل الكلفة بالقطاع الصحي. قلنا احنا قطاع جدا مكلف على الدولة، فممكن انه احنا يستخدم هذا الكلينيكال داتا وير هاوس في بناء قرار معين بشأنه ممكن يخفض تكاليف. اوكي، and they can analyze potential solutions. أكيد يقدم فد حلول معينة، هذا البيانات اللي جاية أو التحليل اللي ممكن يصير على clinical data warehouse ممكن يقدم حلول معينة. Okay. CWR highly valuable for informatics and evidence-based medical research. أكيد جدا جدا مهم للأشخاص اللي يشتغلون بالإنفورماتكس. ليش مهم؟ لأن النولج من تطلع تحتاج بيانات كثيرة. البيانات هذه مين راح تجيني؟ من أكثر من مصدر. بما أنه أنا حتى أحتاج أنه أحول أنه شغلة الإنفورماتكس هو تحويل الإنفورميشن إلى نولج، فإحنا نحتاج بيانات متنوعة وبيانات بحجم كبير، فأكيد هذا الشيء موجود بالكلينيكال داتا ويرهاوس. وأيضا حتى يفيدنا بالإيفيدنت إيفيدنس بيس ميديكال ريسيرش. الريسيرش الخاص بالميديكال يكون مبني على انفورميشن، يعني قبل شوية من قلنا أو النولج اللي وصلنا له هذا إيفيدنس بيس، اللي هو الأشخاص اللي عندهم سمنة، أو مثلا الأشخاص اللي يعانون مثلا من ضغط الدم ويكون عندهم سكر مثلا، هم مثلا حسب ما كانوا يتكلمون انه مثلا اكثر عرضة انه تصيبهم كورونا بشكل يعني تصير عليهم صعبة اكثر من الاشخاص العاديين. فهذه الامور كلها بناء على دراسات صارت اكيد وسووا تحليل البيانات. الافيدنس او الدليل اللي يثبت كلام او طريقة علاج معينة لازم جاية من بيانات
صارت بيانات وتحليل وطلع ايفيدنس، صار انه قلنا قدرنا نقول انه الشغله المعينه او التحليل المعين اثبت انه مثلا مرضى الضغط والسكر هم يحتاج لهم رعايه اكثر بالكورونا من الاشخاص اللي هم ما عندهم ضغط وسكر. فهذه كلها تفيد اكيد الكلينيكال داتا وير هاوس. Clinical data can help track infections and trends to public health. طبعا هذه جدا مهمة، خاصة ببداية، احنا طبعا امثلتنا كلها عن كورونا. بداية كورونا شلون عرفوا انه اكو مثلا وباء جديد صار؟ اذا ما عندنا بيانات تتخزن، اوكي، وارقام دا تنحفظ، شلون عرفوا انه اكو وباء؟ غير انه شافوا مثلا على مستوى، بوقتها هي بدت بالصين، فشافوا على مستوى الصين كلها انه صار تسجيل انه هذه الحالة انه مشكلة مرض تنفسي صار بهذا المكان، هذا المكان، هذا المكان، باكثر من مستشفى. شافوا انه اكو، طبعا هذه البيانات تتسجل بـ EHR system، بـ EHR system، والـ EHR system مال كل مستشفى بالاخير مثلا دا يروح CDW، اوكي، فكل اي اتش ار سيستم موجود بمستشفى ده ينحفظ بمكان قلنا يجمع البيانات من اكثر من مصدر. فهذا السي دي دبليو شاف انه مثلا اكو بمكان معين زياده بعدد الامراض التنفسيه، فممكن ينطي مؤشر انه اكو مشكله بهذا المكان. فبدون استخدام هذه البرمجيات كان ممكن الفيروس ينتشر اكثر ويتوسع، وممكن الناس ما تدري اصلا. هذه الانظمه ممكن تساعد في انه تراك، يعني تراقب مثلا عدوى معينه تنتشر بالببليك هيلث بشكل عام، يعني مو بمستشفى معينه، على مستوى الدوله، على مستوى عالمي ايضا. فالبيانات هذه حتى ممكن ترفع، هذه مو مثلا الصين، ممكن عالميا ترفع، اللي هي منظمه الصحه العالميه ايضا بها بيانات تجيها من اكثر من دوله، اوكي، فمن خلالها يعرفون مثلا هسه الموجه، مثلا الموجه الثانيه والثالثه شلون صارت، هم يعرفون اكو موجات راح تجي من كورونا، شلون عرفوها؟ عن طريق بدول ثانيه بدات تصعد الارقام، فيعرفون انه اكو مثلا توجه انه صعود ارقام جايه. فهذه كلها تستخدم، هذه الاي اتش ار تساهم في بناء الكلينيكال داتا وير هاوس، والكلينيكال داتا وير هاوس يساعد في انه يبني نولج معينه مبني على بيانات حقيقية، ويقدر يصنع قرارات معينة تساعد في حل مشكلة، تغيير طريقة علاج، تخفيض كلفة، اقتراح حل معين. هذه كلها ممكن يساهم بها اللي هو الكلينيكال داتا ويرهاوس.